بصراحة في شوية غلا، بلشوا من هلأ بالغلا يعني، حتى سوق الخضرة كل شيء غالي، ما الرز الأشياء كله عم يغلوه، بلشوا هلأ يعني يغتنموا الفرصة رمضان والأسواق كلها عم تغلى، هذا اللي شايفته أنا. بركة والله ينعاد على الجميع. وبالنسبة إذا مشان الأسعار بلش تغلى شوي يعني بالنسبة للخضرة للأشياء، فما بتعرف أول رمضان ممكن بيغلوا كل شيء، برجع بعد شوي ممكن يرخصوا. في عندنا ماكلات خصوصي بنعملها بشهر رمضان، هي التونسيه والرمضانيه، وفي عندنا كمان نحلات رز بجبنه وحلات الشميسه، كل هدول بنتخصص فيهم بهذا الشهر الكريم. الحمد لله بنقول ان شاء الله منيحه، يعني بعد من شهر ما كانت خضره غاليه هلا موسم رخيصه مش طبيعي. في ناس بتفكر انه على رمضان الخضره بتغلى، لا اذا موجوده عادي، يعني بندورها من شهر كانت 2000 اليوم 750 ليره. ما فيني بنوب حضر لرمضان لأنه ما عندي قدرة، أما لأولادي شيء من متطلبات رمضان، يعني ما في أي شيء متطلبات لرمضان أقدر حضرها لأولادي. أنا وضعي كتير سيء، أنا وضعي تحت الصفر تقريباً.